السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا سلسلة How to Improve Your Speaking، واللي كان فيها 3 حلقات بنتكلم فيهم على بعض الرولز اللي تقدر تحسن من السبيكينج بتاعنا جنرالي. النهاردة هنتكلم على رول من الرولز المهمة جدا جدا في السبيكينج، وهقول لك ليه هي مهمة. الرول دي مهمة لأنها مش هتحسن كلمة، نطق كلمة ولا نطق كلمتين ولا 3 ولا حتى 1000 كلمة، هتحسن آلافات من الكلمات اللي انت بتنطقها كل يوم. يعني مثلا تعالوا اديكم فكره عن الموضوع، فكره الاي دي او الباست. كتير مننا عارف ان احنا لما نيجي نحول فيرب من البريزنت للباست بنحط له اي دي في الريجولار فيربس، يعني او الافعال المنتظمه اللي هي دايما بتاخد اي دي او دي او اي دي. ولكن كلنا بيتفاجئ لما بنعرف ان الاي دي ما بتتنطقش بنفس الشكل في كل الفيربس. بمعنى هنفترض مثلا عندنا كلمه زي كلمه فيزيت. فيزيت هي من الكلمات اللي انت لو حولتها للباست بتتنطق visited visited، فخلي بالك ان اتنطقت اد، الاي دي في الاخر اتنطق اد، visited visited. كلمه زي كلمه finish، I finished I finished، فهنا الفاينل اي دي بتتنطق ت ساوند. وهنا نرجع للرول اللي احنا هنشرحها النهارده ونتكلم عليها باستفاضه، ان الاي دي اللي في نهايه الفيربس دي بتتنطق يا اما د يا اما اد، اوكي، يا اما ته. يبقى بتنطق ده يا اما اد يا اما ته. وبالتالي لازم نبقى عارفين امتى بننطق كل واحده فيهم، وتخيل كم الكلمات اللي هنظبطها او نطقها هيبقى كويس عندنا نتيجه لان احنا عرفنا الرول دي. عشان ما اطولش عليكم تعالوا على طول نشوف الرولز دي، بس ما تنساش تعمل لايك وسيب لنا كومنت بمدى استفادتك من السيشن، وكمان شير عشان الكل يستفيد. يلا تعالوا نبدا باول رول. تعالوا نشوف كده على طول البرونسيشن اوف فاينل اي دي بتتنطق بثلاث اشكال مختلفه. فعندنا اول حاجه هنا زي ما احنا شايفين الته ساوند او الده ساوند او الاد ساوند. تعالوا نشوف امتى تتنطق ته ساوند او تي. يعني الفاينل اي دي از برونونسد ته after all voiceless sounds. يعني ايه voiceless sounds؟ voiceless sounds are made by pushing air through your mouth. يعني no sound comes from your throat. يعني بص كده باختصار هي الاصوات دي، وخد بالك احنا مش بنتكلم على حروف هنا، احنا بنتكلم على ك ك ك ك sound، ب ب sound، ش sound، ش ش sound، ش sound، وعندنا ف ف sound. خد بالك دي كلها مش letters، بنتكلم على sounds. فمثلا تعال انطق معايا مثلا كلمه زي كلمه look. فاللوك هنا بتتنطق looked looked. يبقى اي sound بعد اي سوري اي اي دي بعد اي sound من sounds دي زي الكا والبا والاس او الس والتشه whatever لازم تتنطق ت sound. يبقى look looked، clap clapped، watch watched، finish finished. خد بالك ان انا بركز على اخر ساوند مش اخر letter في الكلمه. يعني ساعات ممكن يكون اخر letter مش منطوق، فانا مش بركز على letter، انا بركز على الساوند. تعالوا نشوف الرول نمبر 2، امتى انطق الاي دي ده ساوند، امتى انطقها ده ساوند. فبيقول لي بعد after voiced sounds. كل الساوندز دي بنسميها voiced sounds. يعني باختصار you can feel your voice box vibrate. بيبقى في vibration هنا كده في الثروت وانت بتنطقها. فمثلا عندك كل الساوندز دي بيكون فيها vibration في الحلق كده وانت بتنطقها، فعشان كده بنسميها voiced sounds. طيب تمام، عموما انت بعد اي ساوند من الساوندز دي لازم تنطق الاي دي، تنطقها ده. زي مثلا smell smelled، save saved، clean cleaned، rob robbed، play played. شوف كده انا ما نطقتش غير الده ساوند. يبقى احنا فرقنا بين الفويسلس ساوندز احفظهم وبين الفويسد ساوندز. تعالوا نشوف اخر حاجه وهي امتى انطقها ته ته ساوند. هنا الفاينل اي دي is pronounced id id بعد two sounds بس، الساوند ت ت ت ساوند والده ده ساوند.
تعال نبص على الساوندز دي كده. فمثلا عندي كلمه زي كلمه ديسايد، حد يقول لي دي اخرها اي، ولكن الاي مش منطوق. احنا اتفقنا مش بندور على letters، بندور على ساوندز. ايه اخر ساوند منطوق في كلمه ديسايد؟ هي الساوند ده، وبالتالي لما انطقها هقول، يلا قول معايا، decided decided decided، need needed، want wanted، invite invited. تاني، decide decided. حاول تنطق الكلمات دي عشان تفرق ما بينهم. حد يقول لي هو انا لازم احفظ القاعده زي ما هي؟ هو المفروض انك تحفظ القاعده او تبقى عارف اي اصوات بتيجي بعدها اي نطق، ولكن انت لو بدات تنطق كلمه منهم صح او واحده من النطق منهم صح، هتبدا تنطق الباقي صح. يعني انت بس عود نفسك مره اتنين تلاته، هما بيبقوا اصعب حاجه، وبعد كده هتلاقيك بتنطق ناتشرالي، يعني طبيعي جدا، من غير ما تركز هل ده فيه قبله ساوند ايه، لان طبعا في السبيكنج بنكون سريعين شويه، مش عايزين نقعد نركز. حد يقول انا لسه هقعد اركز هي الساوند ايه؟ هي اولا انت لازم تقعد تركز، لان النطق مهم. ثانيا، لان بعد مره واثنين وثلاثه هتلاقي نفسك بتنطق الافات او الاف الكلمات بشكل صح. ما تنساش لو عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. حاول تنطق الكلمات دي اكتر من مره، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد.